هاشتاج نيوز. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بضيوفنا الكرام. انا فان راهو دونك سالو. اليوم نبداو العالم التكنولوجيا بالكمبيوتر، نبداو حتى هما فان ابارامور. اوكي ميرسي، هذا يشرفني. دونك اليوم نبداو بالتكنولوجيا في ميدان الطبي، وين نلقاو اليوم اول عمليه جراحيه على الامعاء يقوم بها روبو، واللي توجت بالنجاح. التيست هذا تعمل على امعاء نتاع حلوف يعني ديما، والروبو غرز له بدقه كبيره ياسر. دونك سيتي فريمون معناتها حاجه سوكسي، خاطر دوتي دو كابتور يخليو كابتور و سيستيم ديماجري 3D اللي يخليوه ياسر بريسي. لو روبو هذا اسمه ستار، وهو صحيح اوتونوم، اما ما يعنيش انه باش يستغنى جمله واحده على الجراح، اللي يقعد موجود يتبع في العمليه، وكيفما اي كومبليكاسيون يتدخل. قالوا انه ستار مش باش يكون كوميرسياليزي قبل برشا اعوام، خاطر مازالوا ياسر باش يتستيو. تافي نورمال. نحكيو على فيرتيوز، هذايا ستارت اب فرنساويه ديفلوبي في ليزابليكاسيون تاع الرياليتي، ابليكاسيون تاع الرياليتي فيرتويل. والبلوس نتاعهم في حاجتين، ليزابليكاسيون نتاعهم يخدموا على لي كاسك الفي ار الكل، وزيد نوع ليزابليكاسيون اللي يخليوهم المستعملين نتاعهم باغ اكزومبل نجم يحضر على كونسير نتاع مادونا باغ اكزومبل 360، ولا تزور اكبر لي موزي، ولا تقابل حتى لي ستار نتاعك في لي لوج في اي بي نتاعهم وانت مبانك في الصالون نتاعك. هواوي البارح في الليل خرجت معلومات على سمارت فون جينوف لايت نتاعها، اللي يشبه ياسر البي 9، وفيه اكران اي بي اس دو 5.2 بوز، بروسيسور كايرين كالعاده 650 دو 3 جيجا دو رام، اباري فوتو 13 ميجا بيكسل، والفرونتال 8، كابتور دامبرانت في الظهر نتاعو، وباش يكون ديسبونيبل في الشين بيانتو ب 200 اورو. اما العالم بقيه العالم مازال ما نعرفوش. نكملوا اليوم بروكور جديد خلفي غينيس بوك، وهو ديريك ويسترمان الامريكان، اللي قعد 25 ساعة بدون انقطاع وهو لابس الكاسك بغاليتي فيرتويل HTC Vive. دونك قعد 25 ساعة في العالم الافتراضي، واختار دونك باش ينجم يدخل في الغينيس، قالوا له لازمك تختار ابليكاسيون واحدة تقعد بها. دونك اختار التيت برش نتاع جوجل اللي حكينا عليه قبل، اللي هو تنجم تصور باللي ماتيريو الكل تصورهم كيما الفو والبانتور وكل شيء كل شيء. دونك قعد 25 ساعة وهو في معناها اون غاليتي فيرتويل، حاجة ياسر انكرويابل. ربي يصبر. ميرسي بوكو ياسمين.